احنا في خلال دقيقة ونص او دقيقتين هنبتدي يا شباب، عشان بس ايه الناس اللي موجودة معانا. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيب قلبي، عامل ايه؟ تمام يا دكتور، الحمد لله. اخبارك صباح ايه؟ عليك. طيب احنا طالعين لايف عشان بس الناس اللي تبقى موجودة معانا، احنا طالعين لايف على كل البلاتفورم، طالعين على الـ على الـ على الانستجرام، طالعين على التيك توك، وموجودين هنا على زوم، والفيديو ده هيتسجل وهينزل على اليوتيوب، وهيبقى فيه مفاجأة نهائية كده لكل الناس اللي حضرت معانا إن شاء الله. أنا برحب طبعا بكل الشباب الجميل اللي موجود هنا. أنا في خلال دقيقة هبتدي على طول، لأن المحاضرة دي محاضرة صغيرة مدتها نص ساعة، هتبقى هنتكلم على كل مهارات البيع اللي موجودة في الدنيا. طبعا ما فيش حاجه اسمها بندي كل مهارات البيع اللي موجوده في الدنيا كلها في نص ساعه، بس دي محاضره تعريفيه، وفي مفاجاه في الاخر هنقولها كل الناس. انا مبسوط جدا طبعا بالشباب الجميل اللي هم يعني كل الناس اللي عايزه تحضر، واللي عايزه تتعلم، واللي عايزه تجد لنفسها مكان في الحياه. يا ريت كلنا نقفل المايكات عشان ايه، عشان نبتدي نسمع بعض ونبتدي نتفاعل مع بعض. ممكن ندي في الاخر 10 دقائق لكل الناس اللي هي عايزه تشارك، او عايزه تقول حاجه، او عايزه تعلق، او نفسها تعبر عن حاجه، او تقول كومنت معين، او فيدباك معين. طبعا في عدد كبير جدا موجود هنا، وفي عدد كبير جدا موجود على التيك توك، على الانستجرام، وهقول لكم بالظبط الاستاتستكس بتاعتنا في الاخر هتبقى عامله ازاي، وكم واحد حضر، لان اكتشفت ان في ناس كتيره قوي يعني عاوزه تتعلم مهارات البيع، لان مهارات البيع هي من الحاجات الاساسيه اللي موجوده في الايه في الدنيا كلها. فخلينا تشير السكرين، انتوا كله شايف كده وكله تمام؟ يلا بينا. تامر شايف السكرين يا تامر؟ ايوه دكتور، معاك وشايف يا دكتور. يلا حبيب قلبي، يلا حبيب قلبي. أنا عايز أرحب بس يعني نبتدي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نرحب بكل الشباب الجميل الموجود هنا. دي المحاضرة التعريفية لمهارات البيع. كويس؟ طب مهارات البيع دي مين بيحتاج مهارات البيع؟ في ناس فاكرة إن مهارات البيع دي هي مخصصة بس للناس البياعين. يعني الراجل اللي هو بيتحط في إيه، في التايتل بتاعه، أو بيتحط في بتاعه، او بيتحط في الكارت بتاعه، اللي هو راجل سلزجي بالبلدي كده. عايز اقول لك لا، دي معلومه خاطئه، ان مهارات البيع دي اول واحد واشطر واحد عنده مهارات بيع هو اخوك الصغير، او ابنك الصغير، او ابن اختك الصغير، او اي حد تعرفه صغير، لان هو عنده مهارات بيع بالفطره. يعني عايز تقول لي يا عم عطيه، عايز اقول لك ان الناس كلها عندها مهارات بيع، بس الناس مش بتنميها، لان العالم كله قايم على فكره. يعني ايه العالم كله قايم على فكره؟ يعني طارق اقفل المايك يا طارق بعد اذن حضرتك. العالم كله قايم على فكره، يعني الناس كلها عندها فكره وعايزه توصلها للاخرين باشكال مختلفه، في افكار وحكايات انت بتبقى عايز توصلها وبتاخد منها بروفيت. البروفيت ده ممكن يكون فلوس، البروفيت ده ممكن يكون سمعه، البروفيت ده ممكن يكون ريبيتيشن، ممكن يكون حاجات كتيره قوي، ممكن يكون لونج تيرم اللي انت عايز تبني علاقه مع الزباين دي، او مع الناس اللي انت عايز تبيع لهم الفكره بتاعتك دي، بس مش هتاخد الريتيرن بتاعها والريزلتس بتاعتها دلوقتي، لا هتاخد الريتيرن ده والريزلتس بتاعتها قدام. كويس؟ طبعا اللي عايزين نقوله ايه؟ اللي انت ممكن تكون طالب، ممكن تكون موظف، ممكن تكون بتشتغل تيلي سيلز على كول سنتر، ممكن تكون مدير، ممكن تكون غفير، ممكن تكون سي او، رئيس مجلس اداره الشركه. طب نعمل ايه؟ اللي انت البياع الشاطر ده لما تقعد مع حد كده تقول له ايه، بص بقول لك ايه، انت بياع بالفطره. فيستغرب كده ويبص لك، يعني ايه بياع بالفطره؟ طب البياع ده مواصفاته ايه؟ ومميزاته ايه؟ واسمه ايه؟ يعني لما تشوفه كده تعرف ان ده بياع ازاي؟ ان هو لازم يكون اول حاجه يكون هو البادئ على طول. بيجي لك بيقول لك افكاره، ما يقعدش يستنى ان هو انت تقول له ويقول لك، لا ده هو كابس عليك على طول وبيحكي لك حكايته وبيقول لك هو عنده ايه.
بس شغال بطريقه ايثيكال، طريقه صح، ويبقى سيلف ديبندنت، يعني مش مستني مديره يقعد يقول له والنبي يا عم تامر، يا عم احمد، يا عم محمد عادل عطيه، يا فلان روح لفلان ولا علان. لا، ده هو بيعتمد على نفسه وبيجري. من اهم الحاجات في البياع الشاطر ان هو يبقى سيلف موتيفيتد، ان دايما الحياه كلها احباطات. تنزل الصبح تلاقي كاوتش العربيه بتاعك نايم، تروح تلاقي ابتدى النسكافيه بتاعك نسيته، اللي مش عارف ايه يقع على بنطلونك، زمايلك بيذنبكوا فيك، حياه كلها صعبه. فانت لازم تبقى سيلف موتيفيتد، اللي انت تحفز نفسك، عامل زي السباح اللي بيعوم. السباح بيعمل ايه؟ بيعدي المنش. بيعدي المنش بيعمل ايه؟ بيبقى لوحده هو والمدرب بتاعه، بيفضل كل ما يضرب ضرب الدراع يقعد يقول لك انا فاضل 5 كيلو، فاضل 4 كيلو، لا هوصل، هاخد الجايزه، هاخد. فده سيلف موتيفيتد، ما بيسمعش صوت الجمهور والتسقيف اللي بيجي له في الجمهور غير لما بيوصل للاخر. لازم يكون هو عنده كونفيدنس في الشركه بتاعته، واثق في الشركه اللي هو بيشتغل فيها، واثق في المستحضر اللي هو بيبيعه. اهم ثقه يكون واثق في نفسه، لان ممكن الشركه ما تبقاش كبيره، ممكن المستحضر ما يبقاش جامد، بس هو في الاخر عارف بيعمل ايه لانه واثق في نفسه. في بياعين كبار قوي ووصلوا في اماكن كبيره قوي كانوا بيشتغلوا في شركات صغيره، وبعد شويه المنتج او المستحضر اللي هو بيتكلموا عليه بيرتبط باسمك، يقول لك اه عطيه بتاع الماركتنج. مش لازم تعرف اسم الثلاثي ولا اسم الرباعي ولا اسم الخماسي ولا انا ساكن فين ولا انا منين ولا بلبس ايه، بس بتربط الاسم بتاعي بالمنتج اللي انا ببيعه. المنتج يا جماعه عشان نبقى احنا متفقين، مش لازم يكون ايه، مش لازم يكون حاجه تنجبل، مش لازم يكون ساعه، ما يكونش قلم، ما يكونش موبايل، لا، ممكن تكون خدمه. ممكن اكون شغال في شركه صرافه، بشتغل في فودافون، بشتغل في حاجات كتيره قوي، بس ما تكونش ايه، ممسوكه بالايد. طب البياع بقى يكون عنده ايه؟ مميزات البياع الشاطر ايه؟ مميزات البياع الشاطر يكون عنده assertiveness. يعني ايه؟ يعني يكون عنده رزل، عنده غتاته بالبلدي كده، بيلزق. دايما انا اقول ايه؟ البياع الشاطر بيلزق في قفا الزبون. يعني ايه بيلزق في قفا الزبون؟ يعني يعرف اللي انت عندك حاجه ونيد اللي انت تشتري ما يسيبكش. assertiveness اللي هو ايه؟ يفضل وراك، يفضل يقول لك اصل المنتج بتاعي مش عارف عامل ازاي، اصل انا ببيعه كذا، اصل سعره كذا، طب هتاخد بعد العيد، طب هتاخد قبل العيد، طب هتعمل مش عارف ايه، وتفضل يفضل وراك وما يسيبكش. طب ايه الكواليفيكيشن؟ انا عرفت دلوقتي مميزات او صفات البياع الشاطر كويس ومميزاته. طب الكواليفيكيشن، مهاراته لازم يكون عنده ايه؟ لازم يكون البياع الشاطر ده عنده حاجه اسمها هيومن ريليشن شيب، بيعرف يتعامل مع البشر، بيعرف يتعامل مع الناس، بيعرف يتعامل مع الدنيا. يعني ايه؟ يعني انا بكلم محمد هلال، بكلم ايمن، بكلم تامر، بكلم عطيه، ده هيومن تو هيومن. ما ينفعش انا ابعت له رساله تكست كده سوف يتم يرد عليك، لا، عايز يقول له ازيك، يجي في العيد يقول له كل سنه وانت طيب وسلامات تحيات، طب مش هنشرب النسكافيه سوا، طب مش هناكل الكحك بعد العيد. لازم يكون عنده ستريت ثينكينج. يعني ايه ستريت ثينكينج؟ يعني دماغه دي ماشيه في الاتجاه الصح، ما يقعدش بقى يفكر في الديلز الديرتي وازاي يوصل للزبون وازاي مش عارف ينط له، لا، يبقى عنده ستريت ثينكينج. يكون برزنتيشن، وهنتكلم عليها كتير قوي، ان هو ايه، بيعرف يقول بالكلام ما بيقعش من بقه. وكلنا يا جماعه كنا في بدايه حياتنا الكلام بيقع مننا وما بنعرفش نقول كلمتين على بعض، بس بالتمرين يبقى تعمل ايه؟ انت محتاج اللي انت تعرف الدنيا ماشيه ازاي، تبقى انت مهندم، تعرف توصل لدماغ الزبون بطريقه صحيحه كويس. من اهم من مميزات والكواليفيكيشن بتاع البياع الشاطر يبقى عنده هارد وركينج، لان وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا، زي ما قال الشاعر. اللي انت ايه؟ اللي انت ما تنفعش انت نايم كده على السرير وهتجيلك البيع، مش هتعرف توصل للزبون فكرتك وانت نايم، لازم تكون سمارت وركينج. وهنتكلم على كل واحده عشان نبقى متفقين ونبقى عارفين. طبعا دي مهارات البيع للبياع الشاطر في نص ساعه، عمرك ما هتبقى بياع شاطر في نص ساعه. مهارات البيع دي يا جماعه الناس بتكتسبها في سنين،
والناس اكيد توافقني على كده، البياعين القدام اللي موجودين معانا هنا وانا عارفهم بالاسم. المهارات دي بتكتسبها في سنين، بس انت لازم النهارده تعرف السكيلز الاساسيه اللي تخليك تبقى صح. اول حاجه الهيومن ريليشن شيب، اللي انت بقى ايه، اللي انت تقدر تعرف دماغ الزبون بتاعك ماشيه ازاي، هو بيحب ايه، هو عاوز ايه، لان هو ده اللي هيوصلك للطريق الصح. تاني حاجه اللي انت لازم تبقى انت يعني لوى في نفسك، تبقى لابس نظيف، قميص ب 200 جنيه بس كلته نظيفه، ما يبقاش كله طينه، كل يوم الميه والصابون دي ارخص حاجه، كل يوم بتاخد دوش، كل يوم بتحلق دقنك، تبقى نزيه في نفسك، ما تروحلوش بقى عرقان ومطين ومبهدل والقميص طالع بره البنطلون وتقول له اصل انا كنت ببيع، اصل الدنيا حر، اصل مش عارف ايه. لازم تبقى انت تعرف كويس البادي لانجوج، تعرف مهارات البيع بتاعتك عامله ازاي، مهارات الدنيا اخبارها ايه، انت شايف الدنيا ازاي. اللي انت بقى ما تلبسليش بقى البدله اللميع بتاعت بنت فرح بنت خالتك وتروح بقى وفاكر انت كده شياك، ولا تلبس له كاجوال وبنطلون بقى مقطع بتاع المهرجانات ده وايه وبتاع سواقين التوك توك وتقول اصل انا كده لابس كاجوال. ما تبقاش تو اجريسيف، ما تبقاش عنيف، تنط في 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 زور الزبون وكل ما يقول لك كلمه تروح ناطط في زوره. اوعى تتكلم في الدين ولا في السياسه كويس، ولا في الجنس، ولا تدخل نفسك في حاجات، لان انت ممكن تخش مع واحد بتكلمه على الاهلي وهو زملكاوي، بتكلمه على الدين المسيحي وهو مسلم، بتتكلمه على السكس وهو مش عارف عامل ازاي، فمالكش دعوه بالكلام ده. يعني ايه ستريت ثينكينج؟ اللي انت تفكيرك يبقى لوجيك، يقول لك الواد ده عاقل، الواد ده منظم، الواد ده عنده فاليديتي اوف ايفيدنس، عنده اسبابه المنطقيه، عنده مصداقيه، عنده اونستي اللي هو امين، ولد امين، بياع امين، يقول لك الكلمه الصنف ده هيغلى تاني يوم يغلى، مش يضحك عليك يقول لك اصل ده هيغلى وهيخش تسعيره وبعد كده يضحك عليك، انسى. برزنتيشن، اللي انت لازم تبقى مهندم في نفسك، قميص ب 200 جنيه، بنطلون ب 400 جنيه، شنطه مش مقطعه، الدنيا تمشي معاك زي الفل. كويس؟ ما تخشلوش بقى عرقان ومبهدل. لو انت النهارده شغال وبتقابل زباين يبقى انت لازم تعمل حاجه اسمها تبقى لابس جرافات، تبقى لابس بزنس كاجوال، يعني قميص على جاكيت على قميص شياكه. كويس؟ مش لازم تكون حاجه غاليه، بس لازم الباب اللي فاتح المايك يا شباب. هو لازم نبقى عندنا مهارات البيع، اللي انا لازم اعرف الايثكس بتاعت الميتنج وبتاعت الزوم، مش اخش افتح المايك واعيش حياتي واسيب الناس تتكلم والناس اللي تعبانه. من اهم الحاجات اللي انا لازم ابقى هارد وركينج. يعني ايه هارد وركينج؟ يعني بتعب، بنزل الصبح وبرجع اخر النهار عامل ايفورت، ابقى سيلف ستارتر، ابتدي بنفسي وعندي بريزيستنس، ابقى رزل. يعني ايه رزل يا عم عطيه؟ يعني النهارده اعرف الطريق اللي انا همشي فيه وامشي فيه، اعرف السكه اللي هتوصلني للطريق الصح وما اسيبهاش، اللي انا ابقى سمارت بقى. سمارت دي تخش تحت حاجات كتير قوي، دايما احنا في الماركتنج دايما بنختار كلمه صغيره وبيبقى عليها كلمات كتير قوي، زي سمارت الاس اللي انا عندي سكادول في المواعيد، انا مظبط الوقت بتاعي، التايم بتاعي مظبطه في الطريقه الصح، عندي ريشن يور تايم، متظبط الوقت بتاعي على البيع، ما اخش اقعدش مع الزبون ساعه واقعد مع الزبون تاني 3 4 دقايق، الزبون ابو ساعه ده ما يشتريش مني حاجه وال 3 4 دقايق ده اللي كان هياخد مني البيعه ام مليون جنيه. من اهم الحاجات بقى ان البياع الشاطر يبقى عارفها الاليمنتس اوف سيلز بروسيس، يبقى انا عندي معلومات قويه جدا على ايه بقى، على البرودكت بتاعي، معلومات قويه جدا على الكاستمر، على الزبون اللي انا هبيع له، معلومات قويه جدا على الديستريبيتور بتاعي. من اهم الحاجات اللي انا ابقى شايف الكومبيتور اللي انا بشتغل معاهم، التريتوري اللي انا بشتغل فيها، المنطقه يعني كويس، والبياعين اللي حواليا والبياعين اللي شغالين جنبي واللي معايا. دي من الحاجات الاساسيه لاي
سيلز بروسيس لاي خطوات بيعيه. من اهم حاجه البرودكت نوليدج، ما اروحش ابيع منتج ويقول لي اصل هو ده بيتاخد ازاي او العلبه بتتفتح ازاي واقول له لا ما اعرفش، ما يقوليش ده سعره كام واقول له ما اعرفش. فانا لازم انا يكون عندي البرودكت نوليدج دي فروم اي تو زي، عارف كل فتحه للعلبه فتح ازاي، اتعملت فين، الرو ماتيريال اتعملت فين، اتصنعت فين، بتيجي منين، مين اللي بيشتغلها، الماده المتسلفنه بتاعتها عامله ازاي، ابقى عارف النو هاو بتاعت كل حاجه من الحاجات اللي انا بشتغل عليها، لان الحاجات دي من الحاجات المهمه جدا. الناس اللي شغله دماغها بالمحاضره بتاعت مهارات البيع اللي هي بتسال على الشهاده قبل ما تعرف المعلومه، يا جماعه الخير الشهاده، خد الشهاده زي ما انت عاوز وهبعت لك 10 شهادات، بس انت بتعرف ايه؟ الناس اللي كعملت كل ما اقول لهم عاملين محاضره على مهارات يقول لي الشهاده هاخدها ازاي، هي الشهاده امتى؟ يا جماعه الخير المعلومه اهم من الشهاده، المعلومه اهم من الشهاده، تعالى اديك 10 مليون شهاده. حاضر يا باسم، هخليك تقول يا باسم، حاضر حاضر اخلص وهندي 10 دقايق باسم في الاخر. بشوف بص راجل محترم فاهم مهارات التواصل الجيد، بيرفع ايده وبيقول والله يا عم عطيه عايز اقول حاجه، هقول له حاضر يا باسم في اخر 10 دقايق هديك ايه، هديك فرصتك تقول. حاضر يا حبيبي. كويس. تاني حاجه ان البرودكت نوليدج الجنرال انفورميشن، ابقى عارف تفاصيل التفاصيل زي ما قلت لك، لازم ابقى فاهم الكاستمرز كويس، الزبون بتاعي ابقى عارف دماغه، اعرف الزبون ده هو بيفكر ازاي، النيد بتاعته عامله ازاي، حكايته اخبارها ايه، دنيته ماشيه ازاي. لو حبيت اعرف بقى في حاجه اسمها ديفينيشن او تعريفات الزباين، في حاجه اسمها سسبكت، وبعد كده بروسبكت، وبعد كده يوزر كاستمرز، وبعد كده كاستمرز حقيقي اللي هو بيجيب لي البروفيت بقى. السسبكت ده يعني مشتبه فيه، يعني انت النهارده لما بتتفرج على فيلم على نتفليكس بس يقول لك اه ده المشتبه فيه، ده يعني ايه مشتبه فيه؟ يعني مفيش دليل لسه عليه، وبعد كده بيتحول لبروسبكت، يبتدي تظهر عليه امارات ان هو هيشتري، وبعد كده يشتري فيبقى يوزر، وبعد كده يبقى زبوني، وبعد كده الزبون اللي بياكلني العيش وبيديني الايه الايه الفلوس اللي انا بعيش عليها. كويس. طب الزبائن دول هوصل لهم ازاي؟ في حاجه اسمها ميل ليستنج وكفرج ليست. الميل ليستنج دول اللي هو كل الزبائن الموجودين في الحياه، كل الزبائن الموجوده في الدنيا. كويس. في بقى في مستودعات، في اماكن، في مستشفيات، في تكنيشن، في مش عارف ايه. في حاجه اسمها كفرج ليست بقى، دي الليسته اللي انا بزورها، الزبائن بتوعي اللي انا بروح لهم. في واحد هنا اسمه محمد عطيه، ده اخويا ده ولا ايه؟ ايه الجمال ده؟ اهو محمد عطيه منور يا نجم النجوم. ميرسي يا دكتور، ده بنورك حبيب قلبي، حبيب قلبي. هاجي لك تاني، اخلص بس واجي لك على طول. هاجي كويس. في حاجه اسمها كفرج ليست. ايه الكفرج ليست دي بقى؟ اقفل المايك يا محمد. اللي فيها ايه؟ الدكاتره الكاستمرز بتوعي، انا الكاستمرز بتوعي. تمام. ايه الكاستمر نيد بقى؟ اللي انا بقى عارف الايه بقى، هم عاوزين ايه؟ عاوزين يبقوا افكتيفنس، عايزين سيفتي، عايزين افيلابيليتي، عايزين سيرفيس كويسه، عايزين برايس حلو، عاوزين حاجات كتيره قوي هم محتاجينها. طب انا بشتغل النهارده مع موزعين، ايه الموزعين دول؟ يعني ايه موزعين؟ بشتغل مع ناس اللي هو الموزعين بتوع المنتج بتاعي. ما انا عمري ما مهما اوتيت من قوه ما بقدرش اوزع المستحضرات بتاعتي على كل الدنيا. فانا بعمل ايه؟ بدي لموزعين، بدي لديستريبيوتور. زي النهارده انت عمرك ما بتروح محل او سوبر ماركت تقول له انا عايز بيبسي، يقول لك ما فيش. ليه؟ لانه عنده قوه باور بتاع ديستريبيوشن قوي جدا، ان هو يقدر يعمل ايه؟ ان هو يقدر يوصل لكل المناطق في كل حته، بيوصل لها مش عن طريقه هو، بيوصل لها عن طريق الموزعين. فبيشتغل مع موزعين اقوياء، فايه يقدر يوصل لاكبر عدد من العملاء اللي هم الايه السوبر ماركت والمحلات، عشان يقدر يوصل لنا كاند يوزرز. الكمبيوتر اخبارها ايه؟ لازم انا ابقى شايف وعارف الكومبيتيشن اخبارها ايه، لان انا مش عايش في الدنيا لوحدي، انا عايش ومعايا ناس تانية عايشين معايا.
كويس. الناس التانية اللي عايشة معايا دي بتعمل ايه؟ بتتعلم كويس، بتشتغل، بتنزل برودكت تاني، بتنزل مستحضر تالت، عايشة في الحياة. فانا لازم انا بقى ايه؟ عايش في وسطهم انا كمان. فانا لازم ابقى عارف الكمبيوتر بينزلوا ايه، اسعاره ايه، بينزل فين، بيبيع فين، بيعمل ايه. كويس. ولازم انا ابقى عندي حاجه اسمها attitude against الكمبيوتر، لان الكمبيوتر ده هو منافس ليا، بس مش معناه اللي هو عدو، اللي انا اخش بقى للزبون واقول له ده بيحط ميه، ده بيحطوا جاز في المنتج، ده انت لو تشوفهم بيعملوه ازاي تحت بير السلم، ده مش عارف ايه، دول مش عارف من اخواننا البعدة. لا، لازم يكون في ريسبكت، احترام للمنافسين، فيرنس، اقول اللي ليا واللي عليا كويس، وثقه في المنتج بتاعي. من الحاجات المهمه قوي اللي انا لازم ابقى عارف ايه، انا عارف السيلز اكتيفيتي، الناس بتبيع ازاي، طريقه توزيعهم، عدد المندوبين، بينزلوا لونشنج للمستحضرات امتى، ايه الاوفرز اللي هم بيعملوها، ايه البرايس ليست اللي هم بيقدموها، بيخشوا المناقصات امتى، بيعملوا ايه. طب انا هعرف الكلام ده ازاي؟ هعرفه عن طريق زمايلي، هعرفه عن طريق الكاستمرز بتوعي، هعرفه عن طريق السيرش اونلاين، عن طريق طول ما انا بلف على رجليا وبلف بعربيتي وبروح للزباين وبروح للناس، هعرف الكمبيوتر عاملين ايه. لو انا نايم في بيتنا بقى ولا هعرف اي حاجه، وهتلاقي الناس كلها شغاله ولا انا يعرفوا عني حاجه. من الحاجات المهمه قوي اللي انا كبياع شاطر ابقى عارف التريتوري بتاعتي، الجيوغرافيكال اريا اخبارها ايه، انا بشتغل في حته معينه، بشتغل في مكان معين، بشتغل على لسته معينه، الكلاسيفيكيشن بتاعتي الكاستمرز بتوع ايه، لان انا بشتغل على ايه وعلى بي، وما بشتغلش على السي ولا على الدي ولا على الاف. فانا بشتغل على الناس اللي عندها بيرشيزنج باور، اللي بيقدروا يشتروا. فانا لازم اجي اول الشهر مديري يقول لي انت التارجت بتاعك 1000 علبه. ايه ده 1000 علبه؟ لا مش هعرف ابيع. لازم ابتدي اعمل ايه، اعمل تارجت بريك داون، اطلع العملاء بتوعي واقسم العملاء بتوعي واشوف مين يقدر ياخد مني ايه، هروح كل زبون هروح له كل قد ايه، هعمل معاه ايه، ايه الفيدباك ايه. وبعد كده يبقى عندي ريبورتنج وريكوردنج لكل واحد اخد ايه وعمل ايه. مع التكنولوجيا دلوقتي عن طريق السوفت وير والكمبيوترز بتقدر تطلع كل الحاجات اللي انت عايز تعرفها بضغطه ايه، زرار. من اهم الحاجات اللي انت تعمل ريكوردنج وريبورتنج لايه؟ لمديرك، لمدير مديرك. ممكن تبقى احسن واحد في الوجود بس محدش شايفك ولا حد سمعك، فانت لازم تعمل زياراتك كل يوم، انت رحت لمين وفلان وعلان، عن طريق ديجيتال بتبعت، عن طريق سوفت وير بتبعت، عن طريق الواتساب لو طريقه بلدي، عن طريق ريبورتات مكتوبه، عن طريق ايميل، عن طريق. في حاجه بقى اسمها ديلي ريبورت، ويكلي ريبورت، مونثلي ريبورت. من الحاجات الاساسيه اللي احنا مش هنخش بيها اوت لاينز ليها كده كويس، اللي هي السيلينج بروسيس، البيرسونال سيلينج بلان، اللي انا لازم الاول حاجه تحت اعمل حاجه اسمها بروسبكشن. هقولها بسرعه كده. بروسبكشن لو انت دورت على كلمه بروسبكشن على جوجل ترانسليت هلاقيها اللي هي ايه، الغربلة او التنقيب، اللي انا اقعد افرز كده الحاجات اللي هي الطوب الصغير من الطوب الكبير، زي المنخل كده. الست بتاعت البيت لما بتعمل منخل بتعمل ايه، بتنزل الحاجات الصغيرة من الشبكة الصغيرة وتخلي الحاجات الكبيرة فوق. فانا بعمل كده، بعمل بروسبكشن، وبعد كده بعمل بري ابروتش، اعرف البروسبكشن يعني ايه، يعني اعرف مين الزباين، مين بيشتري، مين معاه فلوس، مين بيقدر يعمل كذا، مين بيخلي، مين بيروح، مين بيجي. دي من الحاجات الاساسيه اللي انا لازم انا ابقى عارفها كويس كويس. وبعد كده اعمل حاجه اسمها بري ابروتش، اللي انا ابتدي احضر نفسي للزباين دول، هقول لهم ايه ويقولوا لي ايه. لازم يبقى عندي برودكت نوليدج، اعرف اذاكر واقعد اذاكر مع نفسي واذاكر مع شركتي ومع منتجاتي ومع الكمبيوتر، انا منتجاتي ميزتها ايه وايه المميزات بتاعتي اوفر الكمبيوتر. بعد كده ابتدي اعمل ابروتش بقى، ابتدي اروح اخبط على الزباين واقول لهم بقى انا عم عطيه، انا عندي كذا، ببيع كذا. كويس. ولها خطوات طويله جدا وموضوع كبير قوي. فانا لازم عايز اعمل ايه هنا بقى، عايز اوصل يا جماعه لو سمحتوا اللي فاتح المايك يقفل، دي برضك من مهارات البيع اللي انت تقدر تقفل المايك عشان ما تعملش، ما تشوشرش على الناس. فانا رايح اعمل ايه بقى، رايح اعمل الايه، المين ايديا. المين ايديا اللي هي الفكره الاساسيه اللي انا رايح اوصلها للزباين بتوعي، اللي انا رايح ابيع المنتج معين،
رايح اوصل له عايز ابيع 1000 يونت من الصنف ده، عايز اعمل كذا كويس. وبعد كده بيطلع لي بقى ايه، بيطلع لي خوازيق. يعني ايه بيطلع لي خوازيق؟ يعني يطلع واحد يقول لي اصل المنتج بتاعكم مش كويس، اصل انا جربته وحصل لي كذا، اصل 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 اصل. فيبتدي يحصل لي ايه، يبتدي النهارده اعمل ايه، يبقى اعمل له حل المشاكل، ابتدي اعمل له هاندلنج للاوبجكشن بتاعته، وهو يرد عليا واحل له مشاكله ويبقى الموضوع كله تمام. وبعد كده ببتدي اعمل ايه، اعمل كلوزنج للايه، للبيع. من اهم الحاجات اللي انا اقدر ابيع البيع وابيعها كويس، بس بعد ما اعمل ايه، ما اعمل جود كلوزنج. البيع ما بتنتهيش على كده يا جماعه، الموضوع متكرر، بلف وارجع تاني وابتدي ارجع اعمل ابروتش، وعندي مين ايديا وهاندلنج اوبجكشن. لان في مشكله جاي دايما بتبقى عند البياعين، اللي هو ايه، الكلام بيخلص عنده، يروح يقول له كل الحاجات بتاعته مره واحده والموضوع بينتهي. فالموضوع ايه، الموضوع مش كده خالص، الموضوع متكرر وطويل وجميل. الناس اللي بتقول لي بحبك يا دكتور عطيه، والله العظيم ده انا بحبكم، ناس محترمه وجميله، ربنا يخليك يا حبيب قلبي والله العظيم. خلينا قبل ما نجيب اخر سلايد، انا خلصت. لو حد عنده كومنت تحب تقول حاجه مستر تامر؟ يا دكتور، يا حبيب قلبي، تحب تقول حاجه؟ لا والله انا مستمتع بكلامك يا دكتور بصراحه. ربنا يخليك. بص يا تامر، دي محاضره تعريفيه كده في السريع على مهارات البيع، واحنا هنعمل الشباب كلها هنعمل كورس كامل على مهارات البيع، وهديكوا تفاصيله كلها في الاخر. فانت طلعت بايه النهارده كده يا عم تامر؟ والله دكتور انت الكلام اللي اتكلمته كله في سياق ان انت ازاي تقدر تتعامل مع العميل او مع الخصم، وازاي تكون مش داخل على الخصم وانت مش مستعد ليه. مثلا تكون الخصم بتبص للشكل البادي الشخص اللي جاي له، لابس بدله كرافات حاطط برفيوم، في تقدير للراجل اللي انت رايح له، ملم بالمنتج بتاعك، مش هتبيعه تجري، عارف لو سألك في أي حاجة هترد. برافو عليك. مستمع جدا ليه، اسمع له من سماعك للكاستمر هتعرف هو عايز ايه، هتديله اللي انت وهتبيع له اللي انت عايزه. يعني انت اسمع له، شوف هو عايز ايه وبيع اللي انت عايزه. انت هتغير له المنظومة اللي في دماغه من ناحية منتج معين، هتبيع له اللي انت عايز تبقى له، بس اسمع له. لو قطعته في الكلام او حسيت ان انت عايز تتكلم اكتر، هو هيحس بخوف. نقطه لو وصلوا شعوره الخوف، هيوصلوا ان في المنتج ده في حاجه غلط. برافو عليك. اشكرك يا تامر، حاجه جميله جدا. وتامر ده يا جماعه من اكبر البياعين الموجودين في الخليج، والراجل بياع قديم، وشرف ليا طبعا لو يحضر معايا يعني في حاجه زي كده. باسم تقدر، احنا اتعلمنا منك حبيب قلبي. باسم تحب تقول حاجه؟ باسم عشان انت رافع ايدك من بدري. يعني احمد طارق، حد عايز حاجه تانية يا شباب من الناس الموجوده؟ عشان انا هقول لكم بس هنعمل ايه في الايام الجايه. السلام عليكم. انا دكتور. قول يا حبيب قلبي، اتفضل. انا اسف والله، بس انا انت دلوقتي عشان انا عندي شغل، او ممكن المحاضره تبقى مثلا على الساعه 5 6 كده، علشان انا بيبقى عندي شغل الساعه. عايز تقول اي حاجه حبيب قلبي على المحاضره اللي انت سمعتها دلوقتي؟ سيبك بس من الحاجات دي. لا انا الكلام حضرتك استفدت منه كتير جدا والله. انا كده كده انا شغال في شركه اندرايفر، تمام، والحاجات دي فعلا الكلام اللي حضرتك قلته انا استفدت منه، لان انا كنت بنزل للعميل بقول له، بعرفه على منتجات الشركه، بقول له شركه اندرايفر موجوده في 31 دوله، بحاول ايه اعرفه عن المنتج. ففي كلام انا استفدت منه فعلا. برافو عليك. بصوا عشان بس احنا متفقين برضو، ده بريف كده، احنا هنعمل بقى كورس كامل على مهارات البيع، ثلاث محاضرات على زوم. الثلاث محاضرات دول يناسب مين بقى؟ عشان الناس اللي بتسال، يناسب الطلاب، الناس اللي بتدور على شغل، الموظف في اي شركه، مندوب المبيعات، الكول سنتر، المديرين، السي اوز، الناس الاكزيكاتيف. كويس. باسم عايز تقول حاجه؟ متشكر يا حبيب قلبي.
احمد طارق او باسم حد عايز يقول حاجه؟ ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا باشا. ازي حضرتك يا دكتور؟ عامل ايه يا حبيب قلبي؟ الله يخليك. الحمد لله. انا ابراهيم، شغال في المملكه العربيه السعوديه. اهلا بحضرتك. شغال في السيلز. تمام. يا اهلا بحضرتك. الله يخليك. انا شغال في السيلز شركه عصام قباني. هو حضرتك بس يعني انا استفدت طبعا من حضرتك في الكلام اللي حضرتك كله اتكلمته. تمام. جزاك الله كل خير. تمام. هو برضو من افكار حضرتك يعني من الكلام اللي انا استفدته برضو ان انا لما بدخل على العميل انا مثلا انا واجهه لنفسي، واجهه لشركتي اولا، واجهه لنفسي. تمام. انا لما بدخل بعرف العميل بالمنتج بتاعي، بشتغل على المنتج بتاعي اولا، لازم يكون عندي طريقه اقناع للعميل. اذا ما اقدر ادخل للعميل من المدخل بتاعه اللي انا اقدر اقنعه بيه واقدر اقنعه بالمنتج بتاعي، لان اكيد ان المنتج بتاعي هو ليه منافسين طبعا. تمام. فازاي انا اقدر ادخل المنتج، ازاي انا اقدر ادخل المنتج بتاعي قدام المنافس. تمام. فده لوحده ليه طريقه وليه اسلوب، ليه تعامل. حتى لو العميل هيرفض من مره او هيرفض الثانيه او هيرفض الثالثه، انا من المفترض اني افضل ورا العميل عشان خاطر ان انا اقدر يعني ادخل المنتج بتاعي ومنتج شركتي. تمام. جزاك الله كل خير. الكلام اللي حضرتك بتقوله طبعا احنا بنشكر حضرتك جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يخليك. تنور الدنيا طبعا. وانا بشكرك طبعا. هو بيتكلم على كلام مهم جدا وكلام فاليبل جدا طبعا. احنا عشان بس ابراهيم احنا نبقى متفقين ان المحاضره اصلا هي مدتها نص ساعه، فهي عباره عن ايه؟ محاضره تعريفيه زي ما احنا قلنا كده. احنا هنعمل بقى كورس في التفصيلات كامله كويس وبالتيلور. واحنا بنعمل برضو في محاضره تانية بنعملها كل يوم جمعه، وفي ناس زمايلنا حاضرين هنا بدون ذكر اسمائهم يعني بيحضروا معانا كل يوم جمعه. كل يوم جمعه دي بتبقى محاضره على زوم مقتصره على الناس اللي هم الاكزيكتيف، الناس اللي هم المديرين او الناس اللي هم عايزين يوصلوا لحته بعيده في الحياه كويس. وبنتكلم بقى على جزء ماركتنج، وبنتكلم على جزء سيلز، وبنتكلم على جزء مانجمنت. فانا بشكرك طبعا على مداخلتك ويعني ومنورنا على طول كده، ويا ريت يعني تتابع على طول كده معانا الحاجات اللي احنا بنعملها. حد تاني عايز يقول حاجه يا شباب؟ شكرا لحضرتك. شكرا حبيب قلبي. يبقى احنا كده هن ايه، في جروب يا جماعه احنا عاملينه على التليجرام بنفس الاسم، دكتور عطيه بالعربي والانجليش. خشوا اعملوا فولو ليه، وفي عدد كبير جدا من الناس. المحاضرات دي كلها موجوده على اليوتيوب. كورس مهارات البيع ده احنا خلاص فاتحين باب التسجيل فيه، فالناس اللي عايزه تسجل وعايزه تبعت لي على الانستجرام او تبعت لي على الجروب بتاع التليجرام. وهيبقى عباره عن ثلاث محاضرات على زوم، كل محاضره ساعتين، وطبعا في شهادات معتمده فيها. وهيبقى ليه سعر كده، سعر بسيط جدا للناس الغاويه واللي عاوزه تحضر تحضر معانا طبعا. وانا بشكركم وبشكر كل الشباب الجميل اللي حضروا معايا سواء هنا على زوم او على التيك توك او على الانستجرام. وجود لك وربنا يوفقك. ولو حد عايز يقول حاجه انا احب اسمعكم. يعني تحب تقول حاجه تامر قبل ما اقفل؟ بصراحه دكتور انا حابب اشكرك جدا بصراحه، يعني انت فرقت معايا كتير، ودي شهاده لله قدام الناس كلها بصراحه. انا اتعلمت منك كتير جدا، فرقت معايا جدا في شغلي بصراحه. ربنا كرمني ووفقني بعد ما حضرت لك محاضرات كتير. حقيقه انا بشكرك من كل قلبي بجد. شكرا لله. طبعا انا اللي بشكرك وبشكر كل الجميع، وبشكر حضرتك طبعا على مثابرتك وعلى ناس كتير قوي كانت بتقعد تقول لي عم عطيه انت مجنون، انت راجل يعني المفروض تشتغل في حاجات تانية خالص، ما تبقاش موجود على تيك توك. تيك توك ده بتاع الشباب اللي هو يعني الليبسينج والحاجات اللي هي يعني ان اكسبتد او حاجات زي كده. بس اللي انا قلته بس حاجه كويسه، اللي انت النهارده لو انت عندك العمله الجيده بتطرد العمله السيئه. يعني لو عندك محتوى، عندك حاجه كويسه بتحاول تقدمها للناس، الناس المحترمه والشباب الجمال، كل الناس اللي حاضره في كل البلاتفورمز المختلفه بيبتدوا يدوروا على ازاي هو يستفيد بوقته، لان وقتك هو كده كده بيتحرق على البلاتفورم دي. فانت النهارده احرقه بقى بس استفيد.
اتفرج على الهجس بس اتفرج على الحاجات اللي برضو الايه المفيده اللي ممكن تو اد فاليو للجميع. انا بشكركم جميعا وكل سنه وانتم طيبين، عام سعيد عليكم وعلى اسركم، وان شاء الله نتقابل في كل خير ونتقابل على سلامه ونتابع بعض بقى كده على جروب التليجرام وعلى كل الحاجات الجميله اللي احنا بنتابع بعض فيها. كل سنه وانتم طيبين ونشوفكم على خير باذن الله. Good luck وشكرا معكم.